الظرف الحالي اللي يمر به بلدنا العزيز ومحافظتنا من تفشي فيروس كورونا والإجراءات المتخذة من قبل المحافظة وخلية الأزمة، تقيم جامعة تكريت ندوة عن هذا الفيروس، عن أسبابه وطرق تفشيه والطرق من علاجه والوقاية منه. هذه الندوة توعوية كانت مقترحة من قبل خلية السيد رئيس الجامعة في خلية الأزمة لغرض أن تبث على القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي مساهمة من الجامعة لخدمة المجتمع والاطلاع للاستفادة من قبل أبناء المحافظة في طرق ووسائل الوقاية منه والحد من انتشاره. تبرع مجموعة من أساتذة جامعة تكريت المختصين في موضوع الفيروسات والوقاية لإقامة هذه الندوة من كليات مختلفة. نتمنى أنه لهذه الدورة أن تأخذ أبعادها وأن تكون مفيدة للناس والمجتمع. تقيم الجامعة هذا اليوم ندوة مهمة جدا عن تعريف فيروس كورونا الفيروس المستجد، وهذه الندوة تأتي في إطار رسالة جامعة تكريت التوعوية والمجتمعية والرسالة الصحية. اليوم الجامعة تكريت كحالة حال الدوائر الأخرى هي تشكل استنفار كبير في هذا المجال في بغية التوعية والإرشادات الصحية الملازمة، طالما يقع على عاتقها كونها تمتلك المؤسسات التعليمية ذات الطابع الصحي. هذه الندوة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة إن شاء الله، طالما هناك وباء فيروس كورونا إن شاء الله يعني ينتهي نحن بالمرصاد في الجهة العلمية والتوعوي، وإن شاء الله يكون لنا إسهام كبير في هذا المجال. ندوة علمية ضد فيروس كورونا وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة والحيطة والحذر من هذا الفيروس، التزام من هذا الحذر ضد هذا الفيروس.